عملاء البنوك البريطانية تعرضوا خلال النصف الأول من العام الحالي لجرائم نصب واحتيال إلكترونية أدت إلى سرقة ما يقارب 500 مليون جنيه استرليني من حسابات الأفراد بحسب ما كشفت عنه مجموعة المراقبة المالية. تقرير المجموعات المعنية بمتابعة الجرائم المالية يكشف عن سرقة 145 مليون جنيه استرليني عبر شركات وهمية تتصل بعملاء البنوك على أساس تعويضهم سواء بسبب ديون بنكية سابقة أو حوادث تأمين كانوا قد تورطوا بها سابقا. في كلا الحالتين اكتشف الضحايا أنهم تعرضوا لعمليات نصب وسرقة لحساباتهم، ولكن البنوك رفضت التعويض للضحايا على اعتبار أنهم سلموا بياناتهم الشخصية لشبكات النصب والاحتيال الإلكتروني. ما تبقى من المال المنهوب إنجاز التعبير وهو بقيمة 358 مليون جنيه استرليني سرقت من الحسابات البنكية دون علم عملاء البنوك عبر تحويلات غير مرخصة من أصحابها. وفي هذه الحالة غالبا ما تقوم البنوك بإعادة المبالغ إلى أصحابها وتحمل الخسائر. تقرير مجموعة المراقبة المالية كشف عن 3866 مؤسسة مالية وهمية تقوم بخداع المواطنين عبر عملية بيع وشراء وهمية. ويرى بعض المختصين في محاربة الجرائم المالية في بريطانيا أن أغلب عائدات القرصنة للحسابات البنكية تحول إلى مجموعات إرهابية وتجار المخدرات ومهربي البشر.